السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024 النهاردة أنا مش محضر الحلقة دي والله ما محضرها طالع اتكلم معاك بصوره عفويه ف... يعني تسامحني لو غلطت كتير وطالع اتكلم ليه طالع اتكلمك بصوره عفويه عفويه لان انا مش فاضي ان انا انظم حلقه لشهر رمضان ان انت تعمل ايه في التغذيه بتاعتك في شهر رمضان لكن في نفس الوقت ما ينفعش ما اتكلمش عن الموضوع برضو كمان هتلاقي المونتاج ضعيف شويه في الفيديو دوت لان زي ما بقول لك مش فاضي ان انظم حلقه ولا في نفس الوقت فاضي ان نعمل لها مونتاج قوي فهتلاقي حلقة يعني ككواليتي مش أحسن حاجة لكن كمعلومات إن شاء الله هتكون أفضل حاجة، أتمنى إن احنا نكون شبه بنتواصل مع بعضينا، يعني لو عندك أي سؤال أي سؤال سيبهولي تحت في التعليقات في الفيديو ده بالذات، وإن شاء الله مش هيعدي شهر رمضان إلا لما أكون جاوبت على سؤالك دوت في فيديو خاص بيه لو هو سؤال مهم أو سؤال يتطلب شرح يعني، تمام؟ هنتكلم عن التغذية بصورة عامة في رمضان، تمشي إزاي علشان نطلع من رمضان بأقل الخسائر من حيث الوزن، بأقل الخسائر من حيث الطاقة بتاعتي الطاقة بتاعتي تتنظم ازاي وكمان ان انا اطلع من رمضان بافضل النتائج في البادي كومبوزيشن او تكوين الجسم بتاعي فاهم قصدي اللي هو من حيث زيادة العضلات وخسارة الدهون والكلام ده كله الحلقة هتكون خاصة بالرياضيين بس لا هتكون خاصة بمعظم الناس وهندي نبذات صغيرة لرياضيين اثناء الكلام بتاعنا عن كل توبك او عن كل موضوع معين، تمام؟ من غير كلام كتير خلينا نخش على طول في الموضوع، حلقه دسمه جدا، اتمنى ان انت تستمتع بيها، فبرضه يا ريت تتفرجها وانت فطران عشان اي كوبايه شاي كده ولا اي حاجه معاك تسند الحلقه، ان ممكن تطول مني شويه، لكن ان شاء الله تكون حلقه مفيده جدا، معلش على المقدمه، يلا بينا على طول. اهلا بك يا صديقي مرة اخرى هنبتدي الاول من حيث التغذيه ايه الدنيا معايا تمشي معانا ازاي في رمضان هنبتديها من اول السحور لان هو السحور اللي بيه ربنا يجعلنا قادرين ان احنا نصوم والطاقه بتاعتنا والكلام ده كله تمام فالسحور بتاعك يا استاذي الفاضل لازم لازم يحتوي على ثلاث حاجات اساسيه وثلاث حاجات رئيسيه اول حاجه لازم يحتوي على بروتين ما مفيش كلام لازم يحتوي على بروتين ويفضل ان هو يكون بروتين الكازين علشان هو بروتين بطيء الامتصاص فيمد جسمك بالاحماض الامينيه على مدى وقت اطول يعني وفي نفس الوقت هو شويه بيكون كامل الاحماض الامينيه ونسبه الاسينشال امينو اسيد فيه عاليه لان هو بيكون طالع من الالبان تمام فبيكون نسبه الاسينشال امينو اسيد اللي هي الاحماض الامينيه الاساسيه للجسم بيكون فيه اعلى من غيره من مصادر البروتين تمام فلازم يكون وجبه الصحون لا فيها بروتين ويفضل يكون بروتين الكازين اي حاجه ثانيه ما فيش مشاكل لكن يفضل ان هو يكون بروتين الكازين طب انا راجل نباتي انت راجل نباتي طبق الفول بتاعك حط عليه شويه حمص هيديك بروتين كامل الاحماض الامينيه تمام من الاخر يعني بجيب لك ايه السكه على طول يبقى دي اول حاجه في الصحون بتاعنا لازم يكون في بروتين يمدنا بيه الاحماض الامينيه على مدار اليوم. تاني حاجه لازم يكون في مصدر للالياف التي تذوب في الماء. ايه هي الالياف اللي بتذوب في الماء؟ هي الالياف اللي انت لو حطيتها على ميه بره بره جسمك بتمتصها وبتعمل صوره جيلاتينيه او بتنفش تمام؟ هقول لك دلوقتي على سبيل المثال لو جبت بذور الشيا او جبت بذور حبه وشاد او يعني اي حاجه من الحاجات دي حطيتها في ميه بره ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيها شربت الميه بعد 10 دقائق كده ربع ساعه تيجي تقلبها تلاقيها عامله طبقه جيلاتينيه هو دوت اللي بيحصل جوه جسمنا تمام؟ فديت نوع من انواع الالياف اللي بيذوب في الماء دوت ايه اهميته؟ ده اهميته للبكتيريا النافعه بتاعتنا، البكتيريا النافعه بتاعتنا بتتغذى على الكلام دوت، طيب لما هي بتتغذى على الكلام دوت تديك صحه امعاء كويسه تديك هرمونات مظبوطه بتاعه جوع وشبع فما تحسش بجوع وشبع يعني الدنيا عندك مظبوطه ما تحسش بجوع قوي اثناء النهار ولا في نفس الوقت لو انت واحد وفيع ما تحسش بشبع والكلام ده كله فبتظبط الدنيا عندك كمان بتديك احساس بالساتسفايينج اللي هو انا مبسوط انا تمام فاهم مش اللي هو انا متضايق عشان مش واكل تمام وكمان هتظبط عندك وتعود بسرعه على موضوع الصيام فبالتالي ما تلاقيش عندك بالجوع كتير اثناء ميعاد وجباتك او الوقت اللي انت بتاكل فيه او انت متعود تاكل فيه بتبقى بالجوع تمام فهتلاقي هتحسن عندك من الموضوع دوت بصوره اسرع يعني تمام دوت الميكروبيوم بتاعنا فلازم الصحوب هنا يحتوي على هذا الفايبرز او الالياف اللي بتدوب في الميه يبقى احنا كده قلنا على البروتين وقلنا على الالياف ايه اللي ناقص الدهون والنشويات النشويات بتاعتنا لازم تكون كومبلكس لازم تكون نشويات معقده ما ينفعش خالص سمبل شوجر في الوجبه دي بالذات لازم يكون فيها نوع من انواع النشويات اللي بيتكسر ببطء وكمان بيمتص ببطء فيمدينا بالقرب على مده طويله شويه طيب ايه انواع النشويات الكومبلكس انواع النشويات الكومبلكس اللي بيكون داخلها نشا او البقول البقول هي من انواع النشويات البطيئة الامتصاص ، البقول طبعا كلنا عارفين هي ايه وانواع النشويات اللي داخلها نشا زي مثلا البطاطس زي مثلا الشوفان دي انواع البطاطا طبعا انواع النشويات بيكون داخلها نشا فبيتم تكسيرها بصوره ابطا شويه في الجسم طبعا ما يفضلش رز واصلا مين مين اللي هيصحى برز يعني طيب ندخل بعد كده على الفاتس او الدهون لازم طبعا ندخل جزء من الدهون بتاعتنا على اللي هو الديلي انتيك بتاعنا او اللي احنا بندخله على مدار اليوم ندخل معظمه في وجبه السحور معظمه مش كله ندخل معظمه في وجبه السحور علشان يبطئ من عمليه امتصاص الطعام بتاعنا وكمان يمدنا بالطاقه بعد مده طويله يعني ان انا النشويات لما باكلها بتتهضم وبتتحول تخش بقى في انرجي سيستمز والكلام دوت في خلال مثلا 3 4 ساعات حلو الكلام لكن الفاس لما بناكلها بتدخل في بعد الهضم والكلام دوت في انتاج الطاقه ممكن معانا بعد 8 ساعات تمام؟ فالموضوع بيكون احسن في ان هو مدينا بالطاقه بعدين خالص لما نروح الشغل كده بقى ان شاء الله، فاهم قصدي؟ فلازم ندخل معظم او ندخل كميه لا باس بها من الدهون في وجبه السحور، طب والدهون اللي احنا عايزين ندخلها؟ ندخل نوعين من الدهون، مش دهون واحد ندخل نوعين من الدهون، ندخل دهون ساتوريتد ودهون ان ندخل دهون مشبعه ودهون غير مشبعه في نفس الوجبه، تمام؟ هدخل الدهون المشبعه بكميه اقل شويه وهي مثلا الدهون اللي بتكون موجوده في المصادر الحيوانيه يعني مثلا لو اكلت بيض اكل البوت كامل تمام فهنا كده دخلت دهون مشبعه خلص الكلام الدهون الغير مشبعه زي الزيوت اللي زي, 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 آه زي مثل زيت جوز الهند زيت مثلا الزيتون خلينا في زيت الزيتون هو اكتر حاجه الناس عارفاها حط معلقتين زيت زيتون على طبق السلطه بتاعتك او خد اوميجا 3 لو بتاخد مكملات اوميجا سي خدها في السحور تمام؟ دي حاجه برضه مهمه جدا، كده خلصنا كل حاجه تتعلق بوجبه السحور، كل حاجه تتعلق بوجبه سحور تدينا قيمه غذائيه عاليه جدا، تدينا عناصر غذائيه جسمنا يمتصها على مدار اليوم تحسن من الطاقه بتاعتنا على مدار اليوم، طبعا لو انت شخص رياضي التبس بتاعتك هو ان انت تعلي من البروتين في الوجبه دي ومش اوبشن عندك ان هو يكون بروتين كزين طبعا بهزر يعني هو اوبشن بس لازم انت فعلا كرياضي لازم تدخل بروتين كزينة علشان يكون في احماض امينيه في جسمك على مدى اطول من الاشخاص الطبيعيين يعني تمام لان انت عضلاتك بتحتاج للاحماض الامينيه حلو الكلام ندخل بعد كده على اليوم بتاعنا اليوم بتاعنا هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن كل الانشطه بتاعتنا ما نحاولش نوقف اي نشاط علشان انا صايم ما تعملش كده إيوة اوعى تعمل كده والا مش هتاخد اقصى استفاده من رمضان بعد قدر الله سبحانه وتعالى ما تحاولش توقف اي نشاط كل الانشطه بتاعتنا نحاول نعملها هل نتمرن في الصيام ولا لا انا بفضل لا أنا بفضل التمرين يكون في الفطار على أي سبب وعلى أي حال، التمرين يكون في الفطار عشان حاجة معينة أساسية، سيبك موضوع حرق الدهون وإن أنا أخس والكلام الفاضي ده، عشان حاجة معينة الهيدريشن الإرتواء بتاع جسمك وبتاع الخلايا، إحنا شوية رمضان ده جاي في الشتا شوية فاهم قصدي؟ فإلى حد ما مش بنشرب مياه كفاية، فعدم شرب المياه الكفاية مع الصيام الجاف مع كمان ان انا هتمرن لو الناس بتتمرن ف... وهي صايمه بتتمرن قبل المغرب فالموضوع بيبقى مش افضل مناخ للتمرين يا شباب يا رجاله يا نساء يا اي حد بيتمرن مش افضل مناخ انك تتمرن وانت صايم انا افضل التمرين وانت فاطر عن تجربه وعن علم ما تمام مش مش بقول لك من عندي يعني ندخل بعد كده على وجبه الافطار بتاعتنا وجبه الافطار بتاعتنا لازم لازم ندي انذار للمعده بعد صيام 16 ساعه ولا 15 ساعه ولا 18 ايا كان لازم نضغط زرار انذار في اكل جاي استعد يا معده مش ديب بمره واحده كده ما ينفعش يعني انت حتى لو حد دل عليك جرد ما ساعة فاهم انت ممكن ايه اللي يحصل يعني فبروح واحده واحده اهدى يا حبيبي كله جاي ندخل اول حاجه طماية طموية دوت لو الواحد هدفه انقاص الوزن دخل طموية واحدة بس طب ليه؟ لانه ده سيمبل شوجر هيوفع الانسولين عالي قوي وانت عندك حساسية الانسولين مش احسن حاجة لو انت هدفك انقاص الوزن فانت معناه انت تخين فحساسية الانسولين عندك مش احسن حاجة فتدخل طموية واحدة بس طيب لو انا شخص عادي طبيعي دخل معاك لحد ثلاث طموات لو انت شخص طبيعي وكويس دخل لحد ثلاثة طماط لو انت شخص رياضي وبالنسبه لك الكاربس بتاعك عالي ممكن ادخل نشويات كتير ففي الحاله دي معاك لحد خمس طماط حلو الكلام يبقى طمايه واحده لو انا هدفي انقاص الوزن ثلاثة طماط لو انا شخص طبيعي خمس طماط لو انا شخص عندي مساحه في الكربوهيدرات ومش تخين وبلعب رياضه وشخص 100 100 معاك لحد خمس طماط يا باشا بعديها الماء بس سيرك بقى من لبن وسيرك بقى من عصير مش عارف ايه الميه بعد الطمرة او الثلاثه او الخمسه اشرب كوبايتين ميه كوبايتين بس مش ازازتين مش شفشقين كوبايتين ميه حلو بعد كده تقوم تصلي هو دوت الانذار بتاعنا هو دوت الزرار اللي بيقول للمعده في اكل جاي استعدي هو دوت الاساس بتاعنا اللي بناء عليه وظايف الهضم بيكون كويسه لوجبه الفطار لان هي مش بتبقى وجبه قليله ومش بتبقى وجبه خفيفه تمام فالانزيمات الهاضمه دي هتفاز امتى والدنيا دي هتعمل امتى لو انت قمت جاي بلع الطبق مره واحده ف يعني ندي الانذار دوت زي ما قلنا كل واحد بناء على احتياجه بعد الصلاه نبتدي بقى نخش يا باشا على الفطار بتاعنا الجميل هبتدي اول حاجه لكل الناس لكل الناس اول حاجه ابتدي بيها البروتين بتاعي لازم ابتدي بالبروتين بتاعي علشان حاجتين اول حاجه البروتين هيحسسك بالشبع اسرع تاني حاجة أهم عنصر غذائي أنت محتاجه وأنت صايم. من الآخر أنا جاي لك في السكة والظهر على طول أنا مش محضر زي ما بقولك الحلقة دي بس جاي أقول على حاجات ديب ديب على طول كده. البروتين بتاعي أول حاجة علشان هيديك شبع أكتر وشبع أحسن فبالتالي ما تخشش في الغويط. تاني حاجة هو اهم عنصر غذائي موجود في العصاوزه بتاعتك من الاخر واهم عنصر غذائي جسمك محتاجه ندخل بعد كده بقى على شويه الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في طبق السلطه الصغير مش لازم ناخد كميه سلطه كبيره في الفطار لان بتبطأ من الامتصاص بتاع الاكل بتاعنا وبتبطأ بتخلي الوجبة تتهضم بعد أربع ست ساعات الموضوع بيبقى لا يطاق خصوصا ان انت البروتين بتاعك بيكون فيه شوية دهون فانت دهون مع الياف مع نشويات معقدة في ساعات بيبقى الدنيا الموضوع معدتك بتقول جاي ندخل وجبة فطار يسهل هضمها ليه يسهل هضمها علشان جسمك محتاج آه عناصر غذائيه في الوقت ده جسمك متعطش للعناصر الغذائية ليه تديله حاجه كومبلكس وحاجه يصعب هضمها يبقى اول حاجه بندخلها البروتين بتاعنا ويكون على قد ما نقدر قليل الفات ويكون على قد ما نقدر قليل فيه الدهون بتاعته تمام تاني حاجه ندخلها طبق سلطه صغير, صغير صغير بس بعض الفيتامينات والمعادن وبلاش نقطع من الاوائل الخضراء خصوصا على الفطار تمام نخليها للسحور وبعد كده ندخل بقى على الكربوهيدرات بتاعتنا الكربوهيدرات بتاعتنا يفضل ان هي تكون حاجه سيمبل حاجه بسيطه مش بسيطه ان هو سكر ولكن في نفس الوقت حاجه يسهل هضمها مش عايزين هنا كومبلكس كارب خالص انت جسمك محتاج طاقه عدي هيجيب له طاقه دي منين هيعمل ايه عشان يجيبها مش عايزينه يلجا ان هو يكسر البروتين طيب جسمي محتاج طاقه هديله طاقه بسيطه يسهل هضمها ده في حاله ان انا شخص طبيعي او شخص رياضي اما في حاله ان انا شخص عايز اخس لا هنا الكلام يختلف هنا انت اوريدي جسمك فيه مخزون طاقه كبير فيه مخزون طاقه يسهل ان هو يكسره ويبتدي يستخدم منه وهو الدهون اللي عند حضرتك ففي الحاله ديت لا انت مش تاخد مصدر نشويات يسهل هضمه ويسهل امتصاصه لا انت خد مصدر نشويات كومبلكس بصوره قليله او كميه صغيره ليه؟ عشان جسمك ما يلاقيش النشويات الكافيه واحنا قاصدين دوت ما يلاقيش الجلوكوز الكافي فيبتدي يدخل في عمليه الكيتوسيس ويكسر في الدهون اللي عند حضرتك ويبتدي يستخدمها في انتاج الطاقه، حلو كده؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن الوجبه كلها، ما اتكلمناش قوي عن الدهون لان احنا عايزين على قد ما نقدر تكون قليله في الوجبه دي لاي حد، اي حد يكون الدهون قليله في الوجبه دي، نيجي ده بقى للناس الرياضيه حبايبي حاول التب بتاعتك او السر بتاعك يكون البروتين بتاعك لين بروتين لين بروتين مش بقى اللي هو يكون قليل الدهون حاول على قد ما تقدر يكون لين بروتين بروتين نقي على قد ما تقدر ان شاء الله يا جدع يكون واي بروتين عادي ممكن تدخل واي بروتين تزود بيه الاحماض الامينيه او تزود بيه جرامات البروتين في الوجبه بتاعتك لو انت مش احسن حاجه في كميات البروتين يعني فحاول على قد ما تقدر يكون لين بروتين لان يعني انت جسمك في الوقت ده متعطش جدا للاحماض الامينيه وعرضه اكتر لهدم العضلات او عرضه اكتر لان انت طبعا لو شخص رياضي وشخص منتظم ومن الناس الجيمويه الجامدين اوريدي ما عندكش كتله دهنيه عاليه فجسمك عرضه اكتر ان هو يهدم في عضلات عشان ياخد الاحماض الامنيه اللي هو محتاجها لان جسمك هيسرفايف وهيعيش مهما كانت الظروف. هل كده احنا خلصنا فطار وسحور بس؟ هو احنا خلصنا بالنسبه للناس العاديين وبالنسبه للناس اللي عايزين يخسوا، بس كده انت بالنسبه لك 100 100، شوف بقى انت رايح فين، تمام؟ اه بالنسبه طبعا من اول الفطار لحد السحور ما تاكلش اي حاجه، ايوه ما تاكلش اي حاجه، لو جعت عندك شويه خضار اسقس فيهم كده شويه جزر وشوية خيار اي حاجه كده خفيفه لكن ما تحاول ما تاكلش تاني عندك الفطار والصحوة وفقط لو انت شخص عايز تخس طب لو انت شخص صحي او شخص عادي طبيعي لكن ما بتمرنش ما بمارسش اي اي رياضه في الحاجة ممكن تاخد لك في النص كده از اسناك ممكن تاخد لك مثلا شويه مكسرات او فاكهه بس يا يعني مكسرات يا فاكهه طب مكسرات امتى وفاكهه امتى مكسرات لو انا عايز ادخل دهون وانام وفاكهه لو انا قاعد ومسهلل وعايز الجلوكوز يعلى في جسمي عادي بالنسبه لي تمام فممكن ادخل فواكه حلو الكلام يلا انتوا بقى اتكلوا على الله بالنسبه لكم كده الفيديو خلص هنا طيب بالنسبه بقى للناس الرياضيين احنا قلنا ان احنا هنتمرن اثناء الفطار صح ايوه طيب هنتمرن بعد ما اتمرن هنعمل ايه هناكل طبعا لازم ناكل طيب فالاكل بتاعنا هيكون اكل قاسي هاكل وجبه مش صغيره ومش كبيره، هاكل وجبه ميديوم وجبه متوسطه، متوسطه الحجم يسهل هضمها فما تعرقش وجبه الصحون بتاعتي وفي نفس الوقت تكون وجبه غنيه بالبروتينات وبالكربوهيدرات وفقط، يعني اه هما دول اهم حاجتين، عايز بقى تدخل دهون تدخل الياف يكون حاجات قليله خالص خالص لكن اهم حاجتين يكون غنيه بالبروتينات علشان تعمل ريكفري وجسمك بيكون متعطش للامينو اسيد وجسمك بيكون في الانابوليك ويندو او في ساعه البناء يعني يعني او شباك البناء بتاعه بيكون مثلا لحد ساعتين بعد التمرين فهو جسمك في الحاله دي متعطش للامينو اسيد فاديله بروتين واديله بروتين برضه زي بتاع الفطار كده يسهل هضمه لين بروتين صدور فراخ يا باشا وي بروتين لو عايز براحتك طبعا لحمه تكون نقيه ما فيهاش اي دهون خالص تمام فلين بروتين وكمان تدخل مصدر كربوهيدرات يسهل امتصاصه يسهل امتصاص جسمك يكسره وياخد الجلايكوجين يعمل ريبليسمنت او يعيد تخ... يعيد ملء المخازن الجلايكوجين اللي انت فضيتها في التمرين بمصدر كربوهيدرات محترم كده مثلا بطاطا مشويه شويه, شوية رز شويه بطاطس يعني اي حاجه كده محترمه جسمك يكسرها بسهوله ويتعامل معاها ب... بصوره سلسه وجسمك يكون بيرتاح فيها ودي حاجه مهمه جسمك يكون بيرتاح مش بيحصل له اي اضطرابات لما بتاكلها جسمك يهضم يدخل يا باشا يعمل اعاده ملء المخازن الجلايكوجين وتبتدي بعد 3 4 5 ساعات ايا يعني كان بقى حسب الوقت اللي انت هتتمرن فيه تبتدي تدخل على الصحون زي ما احنا اتكلمنا اول الفيديو بس كده يا سيدي بهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى إن أنت تكون استفدت فعلا من الفيديو دوت، يا ريت تشاركه مع كل حبايبك، لأن طبعا مش تشاركه مع حد مهم يهمه الموضوع بس، لأ شاركه مع كل حبايبك، لأن كلهم هيبقوا عايزين يعرفوا يعملوا إيه في رمضان. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد قريبا بإذن الله، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب، كل عام وأنتم بخير، سلام عليكم.